واحدة من الفواكه اللي الناس بتستناها يعني من السنة للسنة، من الصيف للصيف، هو التين الشوكي. اللي كتير أول ما بيلاقوا التين الشوكي ظهر وبياني التين الشوكي في الشارع بتغمرهم سعادة بالغة. تلاقي الراجل ركن عربيته ونزل بيعمل ايه، بيوقف على العربية بياكل التين الشوكي، مش مهم بقى وراه ايه، يتأخر على ايه، يعني ده من حبهم وانتظارهم واشتياقهم لهذه الفاكهة الصيفية الجميلة. ليها فوائد طبعا، ليها فوائد، لكنها زي كل شيء لو زاد عن حده بيتقلب ضده. طيب المنطقة الوسط دي نوصل لها ازاي؟ هنعرف من الدكتورة هبة عصام، استشاري التغذية. صباح الخير يا دكتورة، اهلا بيكي. صباح النور، اهلا بيكي. الكميات المناسبة لتناول التين الشوكي، لأنه عادة لما بتبقى فاكهة موسمية ليها شعبية كبيرة زي التين الشوكي، الناس ما بتصدق إن هي تطلع، فبيبقى كميات كبيرة جدا. يعني هل في كمية معينة تكون مناسبة ولو زادت بتبقى ليها أضرار؟ بالظبط، اي حاجه فعلا لو زاد عن حدها ممكن تتقلب لضدها، لان الافراط في اي شيء بيبقى ليه مشاكل. اي حاجه يعني، شوفي اي حاجه لو اخذناها بكميات كبيره مبالغ فيها صحيح. ممكن جدا تاذي الجسم بحاجات، يعني اي كميه حتى لو حاجه مفيده اكثر ما منها ممكن تعمل مشاكل. فالتين الشوكي من الحاجات طبعا اللي هي مفيده جدا جدا كفاكهه، طبعا صيفيه جميله، في فوائد هايله، في فيتامين سي، في مضاد اكسده كويسه جدا للجسم، كمان بيقلل ضغط الدم للناس اللي عندها ارتفاع في ضغط الدم، في الياف كمان بنسبه عاليه جدا، مفيد جدا كمان سعرات الحراريه قليله. يعني هو التين الشوكي من الحاجات اللي سعرات الحراريه قليله، الناس اللي عايزه تنقص وزنها كفاكهه طبعا من الفواكه الجميله جدا، ولكن هو الاضرار منه ممكن يعمل مشاكل زي ما احنا قلنا، لان هو كمان بيقلل سكر الدم. هي دي طبعا قد تكون شيء مهم جدا، ان احنا عايزين سكر الدم ما يعلاش بسرعه عشان ما يحصلش مشاكل خاصه لمرضى السكري. بس برضو لو احنا مثلا بناخد علاج اوريدي ضغط اللي بيقلل سكر الدم هيبقى بيقلله بشكل كبير، ممكن المريض يخش في مشكله، فلازم نراعي جدا ده مرضى السكر. تاني حاجه برضو هو عشان زي ما احنا قلنا فيه الياف كتير، ممكن برضو مع الاكثار منه ممكن يعمل مشاكل في الامعاء، ممكن يعمل برضو يا اما ممكن يحصل لبعض الناس اسهال زياده، او لو اكلوا كمان البذور اللي جواه دي ممكن يعمل لهم امساك. الحاجة الثانية برضو انه هو تمام، هو جميل جدا وكل حاجة، وزي ما احنا قلنا الفيتامين سي موجود فيه بنسبة كبيرة، بس لو اكثرنا برضو منه هيبقى ممكن يعمل بعض المشاكل الاضرار، ممكن طب قولي لي يخفض دكتورة ضغط هبة، الدم. انا يعني دايما بشوف الناس اللي بتحب التين الشوكي بتقف تنقي التين واحدة واحدة ايوه من على العربية، يعني تقول للبياع اللي بيبيع دي ودي وبينقوها كده بالواحدة. هل واحنا بنختار ثمرة التين الشوكي في حاجات معينة يعني ناخد بالنا منها فتطلع طعمها حلو ومسكرة، يعني الكلام ده؟ انا يهمني كمان غير الموضوع انها تبقى مسكره، طبعا هي طبعا هي لو كل ما هي مستويه شويه هتبقى مسكره اكتر، بس انا يهمني بقى حاجه كويسه جدا فكرتيه بيها بالنسبه للتين الشوكي، الانفكشن او نقل العدوى. لان احنا انا في ساعات مثلا بشوف بيبقوا جميل طبق جميل جدا ومتغطي وبيتباع بسعر غالي وده تين شوكي، طيب هل العربيه دي السكينه اللي احنا قطعنا بيها التين الشوكي دي كانت نظيفه؟ السكينه دي مش ساعات بنلاقي عليها في دبان وفي حاجات مش كويسه بتبقى موجوده، فانا يهمني قوي اتاكد من نظافه الحاجه اللي بقطع بيها طب التين يعني الشوكي. حضرتك يعني ممكن تنصحي بان احنا نغسل التين قبل ما ناكله؟ بالظبط، لا نغسله كمان، نراعي لو السكينه اللي اتقطع بيها التين الشوكي دي كان عليها في الشمس او عليها دبان او الحاجات دي، لا ما ناكلوش اصلا او نرفض ان احنا اصلا نشتريه، لان هو المشكله ان احنا اوكي قال لي ان هو ممكن يبقى لابس جلافز اللي بيقطعه مش بيلمس اصلا التين الشوكي، بس الفكره ان في عدوى بتنتقل نتيجه التقطيع مثلا حتى نتيجه لو اتغسل السكينه. يا دكتوره يعني بعد الغسيل كمان برضو بينقل العدوى؟ بس هو غالبا الناس ما تغسلوش، لا طبعا غسلناه هنقلل ماشي، طبعا من يعني اي اضرار. بالظبط، يغسلوه يبقى ماشي، يعني افضل ان نقول احنا للناس نغسله. اغسلوه احسن ما نقول لهم لا ما تشتروش من بالظبط، الراجل لا اللي هنشتريه هنشتريه، بس نتاكد واحنا بنشتريه ان هو يكون فعلا ما فيهوش اي مصدر للعدوى. نغسله كويس برضو جدا، الناس برضو بتفتكر ان هو عشان ما اتلمسش بالايد، فممكن يبقى الجوانتي نفسه اللي بيقطع بيه ده مش بيقطع بيه لمره واحده، ممكن يكون الجوانتي نفسه برضو بيحمل وارد عدوى. طبعا بالظبط، فاحنا طبعا. كل ده نخلي بالنا منه. هو فاكهه فعلا مفيده جدا جدا وبنصح الناس بيها، خاصه ان عايزين حاجه من انخفاض الوزن مثلا، او ان هم سعراتها الحراريه مش عاليه، بس ما نكترش منها لان هي اضرارها برضو قد تكون لو اكثرنا منها اي شكرا. حاجه. لان انا بشوف ناس بتقول لي ايه، اصل هو سعراته قليله فناكل ايوه براحتنا بقى، صح، لا ناكل برضو بكميه معقوله. شكرا ليكي الدكتوره هبه عصام استشاري التغذيه. بس انا بمناسبه التين الشوكي سريعا كده عايزه اوصي حضراتكم يعني وصيه،
انه بياع التين الشوكي ده بيبقى واقف في العربيه في الشمس طول النهار، درجات حراره عاليه عشان يبيع. والتين الشوكي زي اي حاجه حوالينا غليت، سعرها ارتفع زي كل انواع الفواكه. فانت وانت بتشتري التين الشوكي كده بتسترجع ذكرياتك مثلا من 20 سنه وتقول يا ده انا كنت بشتري الاربعه بجنيه، ما هو طبيعي مش هيبقى الاربعه بجنيه. فيعني حاولوا ما تفصلوش قوي مع البياع، لانه اصلا بيبقى يعني هو غلبان، هو كمان محتاج الفلوس دي. وربنا يرزق الجميع يا رب، واستمتعوا باكل التين الشوكي وكل الفواكه الصيفيه الجميله.